بالولفز حاليا في الدوري الانجليزي في تشامبيونشيب. ميليسي الكره العاليه راسيه هي 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 كارلوس ادواردو. ميليسي على راس ادواردو, ميليسي على راس ادواردو. يا هلال يو, يا هلال يو. الهدف الاول هنا هلالي, الهدف الاول هلالي. العين يسيطر ولكن الهلال هو اللي بيسجل مع راسية ادواردو اللي بيعلن عن نفسه وخامس اهدافه في هذه البطولة. كان قد سجل فيرس بولس والريان والوحدة وايضا في مرمى استقلال خوزستان, ولكن هنا بقى ايه توقيت ورائع. كرة ملعوبة حلوة قوي من ميليسي ويسبق في هذه اللقطة خالد عيسى ويحاول عليها. طبعا محدش يروح بقدمه ابدا, اسماعيل احمد عايز يروح بقدمه, دي عايزه بيكن باور, ولكن هنا كارلوس ادواردو يحولها حلوه حلوه حلوه, وخالد عيسى يطلع يمسك الهواء في اللقطه الماضيه وادواردو يسجل الهدف الاول. كان ليه محاوله في الدقيقه 7 ولكن بيسجل الهدف في الدقيقه 43. ادواردو يا ولد ادواردو جديد بالالقاب عربيا بعدما توج السد لاخر مره في هذه البطوله 2011. كره اماميه, التاني جاي, التاني جاي. يا ولد يا 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 على الجمال, يا على الجمال, يا على الروعه, الروعه روعه روعه. ادي النجم كارلوس ادواردو, العب يا عين. ولكن الهلال بيقول له لا 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 لا, الهلال موجود. وادواردو, ادواردو هنا يسجل الهدف الثاني من خطأ دفاعي فادح. الكرات الثابتة هي الحل. شوف الهلال الكرتين الثابتتين اللي جم لنادي الهلال سجل بالخلوق. كارلوس ادواردو هدف في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع في هذا الشوط. الكرة الأولانية عملها ميليسي بالمقاس الحقيقة على رأس ادواردو, ثم الهدف الثاني اللي تعامل ايضا بتمريره هي الكره الثابته وبرضه ميليسي عملها بشكل رائع. هنا بقى الرقابه, والرقابه غائبه, الاتكاليه كانت موجوده, محمد عبد الرحمن وقف من اجل التسلل ولكن ادواردو يلزقها له في المقص مش يحطها. يا ولد يا ميليسي الاسيست الثاني, التمريره الحاسمه الثانيه, وادواردو بقى باقتدار على الطريقه البرازيليه رامون دياز الارجنتيني. ادي عموري, شوف لاعبي نادي العين اندفاع, وادي تمريره, وادي الهاتريك, الهاتريك 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 الهاتريك. كارلوس ادواردو, يا هلالي, يا ادواردو, يا ولد يا ولد يا ولد يا ادواردو. الهدف الثالث خلاص, رصاصة الرحمة. كارلوس ادواردو يسجل هاتريك ويرفع رصيده بالاهداف الى 7 اهداف سجل من قبل على فكره في الدحيل القطري هدفين في 2015, وايضا سجل في الدحيل وسجل في اهل دبي 2015, لكن في هذه النسخه سجل في فيرس بولس, سجل في الريان, سجل في الوحده, سجل في استقلال خوزستان, ويضع اسمه كهاتريك. هاتريك هنا لهذا النجم اللي بيسجل 3 اهداف في مباراه اليوم لنادي الهلال, اللي بخطوات الكبار وشخصية البطل يتوجه نحو نصف النهائي وانتظار الفائز بقى من أهل جدة وفريق نادي فيرس بولس إن شاء الله. الأهلي, أهل جدة. أدي تمرير سلة من دوسري, وأدي أمامنا الاستلام والتحرك, أدي العين كلها على عمر خريبين, لكن كارلوس إدواردو يتألق, يتعملق في هذه اللقطة ويسجل أمامنا 14 هدف في الدوري في 2016, 12 هدف في الموسم الماضي. وأمامنا رامون دياز أكيد السعيد, واكيد هو يعني اللي عنده طموحات الكبار النهارده. نادي الهلال امام العين, العين كبير والهلال كبير, وامامنا هنا خالد